أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله العظيم.